تنتشر في الآونة الأخيرة بلبنان ظاهرة اقتحام المودعين للمصارف، حتى انقسم الشعب إلى فريقين ما بين مؤيد لهم ومعارضة، في حين تؤكد جمعية المودعين أن الظرف الاستثنائي للبلد هو السبب. مشهدية اقتحام المودعين للمصارف على قاعدة تحصيل ودائعهم بالذات جرت إلى دعوات قضائية بالجملة صدرت لكل الأجهزة الأمنية بملاحقة الأعمال التي وصفتها بالجرمية والعمل على توقيف المرتكبين والمحرضين وإحالتهم إلى القضاء، فيما يتجه الأخير نحو التسوية لأن الظرف إنساني وكون القانون وجد لحماية الحق. لأنه بيمنع بالمقابل، بيمنع اللي عنده حق يستوفيه بالذات، ولكن لأنه ظرف إنساني والظرف كمان صاحب حق، بدنا نعمل نوع من الموائمة ما بين الحق وما بين القانون. هلا التسوية عم بتصير ربما، والتسوية خارج القانون إنه بيتوقف يومين ثلاثة، ممكن ما يتحول للمحكمة، أو إذا تحول للمحكمة يكتفى بالعقوبة بغرامة صغيرة، وعلى الأرجح إنه المال اللي يكون أخده من البنك على الأرجح ما رح يرجع له للبنك. التسوية فرضتها معايير إنصاف ومعايير قانون بنفس الوقت. عمليات الاقتحام المتنقلة من قبل بعض المودعين اتهمت بالمخطط لها وأن وراءها جهات محرضة. جمعية المودعين تؤكد أن معاناة شعب هي وراء هذه التحركات وأنها مستمرة حتى إحقاق الحق. ضباط الأمنيين لوزير الداخلية بلغوا رسميا امبارح أنه ما قدروا يكمشوا خيط أو طرف واحد بين المقتحمين. هيدي معاناة شعب، شعب جاع، الشعب كفر بحاله، شعب عم بيموت، ثلاث سنين معاناة، ثلاث سنين ما في حلول، ثلاث سنين ما في شيء، الشعب بالنهاية بده حل، بده خطة، بده أمواله. نحن كجمعية مودعين عملنا لقاءات مع رئيس الجمهورية، مع مجلس النواب، مع رئيس الحكومة، مع المصارف، مع المركزي، مع الكل، الكل كان عم ببيعنا شعبويات والكل عم يتقاذف التهم على التاني. إذا ما في أقله إنشاء خلية أزمة لمعالجة الوضع وتدارك الأمور، نحن رايحين للأسوأ. أي إنسان اليوم توقف بسبب هذا الموضوع نحن حده بده يكون قضاء فعلي، بده يوقف إذا بده يوقف المودع، بده يوقف اللي تسبب بسرقة مال المودع قبل. إلى قنبلة موقوتة تحولت قضية المودعين، واللبنانيون انقسموا حولها بين مع اقتحام المصارف وضد. بما أنه الدولة والمصارف بدها تاخذ مصريات العالم، والدولة ما قادرة تحصل حق العالم، فالعالم تحصل حقها بإيدها. هلا بهاي الطريقة لا، بس من حق المودعين أنهم يحصلوا على أموالهم، أما أنه تضب الفوضى ونقتحم بنوك ويمكن يصير ضحايا ويمكن يعني طريقة فوضوية. أمام انسداد أفق الحل هذا يبقى الجمر تحت الرماد، فكل طرف يرى أنه صاحب حق. المصارف اللبنانية أقفلت أبوابها، القانون سيأخذ مجراه والمودعون أموالهم تحتجز عن غير حق، والمطلوب من السلطة السياسية الإسراع في إيجاد حل ينصف الطرفين وإلا فالأمور إلى مزيد من التدهور. من بيروت هبة عياد، قناة الرابعة.